عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، هذه الحلقة في غاية الأهمية لمشاهدتها بالكامل، فهي باب من أحد الأبواب لكشف الحقيقة خلف الحضارات القديمة والتي يتم إخفاؤها. فأنا أقوم بجهد تفوق قدرتي لإنتاج هذا العمل لأجل الوعي عن ما يحصل في عالمنا هذا، ففضلا أيضا أن تدعم هذا العمل لكي يصل إلى كل أخ وأخت. فلنبدأ. في أحيان ليست بالكثير يتبادر في ذهن الشخص عن سبب تواجد الأهرامات في مناطق معينة حول العالم وإن اختلفت المناطق، ولن يبقى النمط الهندسي للمثلث الشكل الغالب عليها، مما يجعلك تتساءل عن سر الشكل الهندسي المتماثل لمختلف الشعوب والحضارات، وهل تواجدهم في تلك البقاع كان مقصودا ولماذا؟ ما يعرف عن الأهرامات اليوم بأنها مقابر يتم حفظ جسد الملك والملكة به، إلا أن ما يثير الاهتمام فهو تموضعها بمناطق تتركز فيها طاقة الإشعاع الشمسي الذي يصل الأرض، مما يرجح إمكانية أن تكون محطات لتركيز الطاقة الشمسية القادمة من الإشعاع الشمسي. ولفهم كيفية تخزينها للطاقة يجب أن نتعرف على جميع مصادر الطاقة التي تتعرض لها سطح الأرض. مصادر الطاقة: يصل إلى الأرض يومياً 174 بيتا وات من طاقة الشمس على هيئة أشعة كهرومغناطيسية، 35% منها ترتد عائدة للفضاء عن طريق الغلاف الجوي، و24% من السحب التي تقوم بامتصاصها ومن ثم تطلقها بعد أن امتصت جزء كبير من طاقتها. أما البقية فتجد طريقها إلى سطح الأرض على هيئة أشعة مرئية ذات طاقة منخفضة وتردد منخفض، وهي أشعة الضوء المرئية والأشعة تحت الحمراء. أما ما فوق البنفسجية كأشعة أكس وأشعة جاما فهي ترتد للفضاء وجزء منها يمتصه الجزء العلوي من الغلاف الجوي. والأرض بدورها تطلق أشعة غير مرئية، فهي في باطنها تحتوي على مواد مشعة تتفاعل بشكل مستمر وسط حرارة الأرض الهائلة، بسبب أن البروتونات الموجبة والأيونات تسبح بحرية بدون إلكترون يقيدها، مما يحدث غالبا اندماج نووي بين البروتونات مما يتسبب في إطلاق حرارة هائلة. فكلما تعمقنا في باطن الأرض كلما ازدادت درجة الحرارة. فعلى سبيل المثال ستجد على عمق 6 كيلومتر أن الحرارة هناك تبلغ 7000 درجة مئوية، حتى أن الأحجار التي وجدت في أعماق الأرض تطلق أشعة ألفا وبيتا وجاما، أما سطح الأرض فهو سالب الشحنة، أي أننا إذا أردنا استفادة من أشعة باطن الأرض يجب التعمق أكثر وحفر أنفاق لاختزال الأشعة الأرضية. ضع هذه المعلومات كركيزة لما سأشرح عن الهرم الآن وعن سر قد أخفي في القرن العشرين. الإعجاز الهندسي للأهرام: إن تصميم الهرم بالشكل الذي نراه لم يأتي من فراغ، فالمهندس المعماري الذي قام بتصميمه كان على علم مسبق بمواقع النجوم وأماكن الاتجاهات الأربعة، بالإضافة إلى قياسات محيط الأرض ونصف قطر الكرة الأرضية، وهو ما أثبتته استقامة الكوكبات النجمية نحو النجوم بدقة عالية جدا، وإتباع الهرم للجهات الأصلية الأربعة، بالإضافة إلى تطابق النسبة بين الارتفاع إلى محيط قاعدة الهرم لارتفاع الأرض إلى محيط قاعدة الأرض، مما يدل وكأن الهرم هو نموذج للنصف الشمالي للكرة الأرضية، مما يؤكد علمهم المسبق بقياسات الأرض الحقيقية آنذاك. إذا أخذنا نصف مساحة قاعدة الهرم مثل ما ترون، فالناتج الإجمالي لقاعدة الهرم هو 921.45 متر، ونصفه هو 460.725 متر. ثم قسمناه إلى ارتفاع الهرم 146.64، سنجده مساوي إلى 3.14159، وهو الرقم الرياضي الشهير بالباي. شبكة خطوط الطاقة: قام علماء الصخور والأثار برسم خطوط تربط بين جميع الأثار القديمة، وانتهى بهم التوصل إلى شبكة من الخطوط التي تلتقي عند مناطق معينة يعتقد بأنها هي مركز الطاقة الرئيسي، وأن هذه الخطوط تحمل طاقة كهرومغناطيسية تتصل بجميع الأثار، ولكن لوحظ فيما بعد أن نقطة التقاء الخطوط هي أماكن تتواجد بها الأهرامات، ويرجح بأنها تكون الأهرامات هي مصدر لهذه الطاقة في جميع أنحاء الكرة الأرضية. لماذا بنيت الأهرامات؟
قام كريستوفر دان المهندس الإنجليزي الأصل والذي له شهرة واسعة في التعامل مع تكنولوجيا التصنيع وتصنيع الأدوات وماكينات السي أن سي والليزر وقطع وتصنيع المعادن والمحركات إلى غيرها من عمليات التصنيع المتشعبة، بوضع نظرية للأهرامات بعد أن قرأ كتاب بيتر تومكنز بعنوان أسرار الهرم الأكبر، حيث كان الكتاب يصف الإعجاز الهندسي في بناء الهرم الأكبر من إتباعه للجهات الأصلية الأربعة في دقة مذهلة، ومن السقف المتدرج في البهو الكبير والاستقامة التي كانت تشير إلى نجوم السماء بنسبة انحراف أقل من 0.0 سنان في المئة، وهي في العرف الصناعي نسبة عالية الدقة يصعب الوصول إليها اليوم إلا بواسطة أدوات قياس مكلفة. لم يكن كريستوفر دان قد زار الأهرامات بعد، لكن كان رد فعله المباشر على مخططات هرم الجيزة هو أن الصرح عبارة عن آلة عملاقة، هكذا تقول نسب الدقة التي صنع بها، وليست المقابر لدفن الموتى. عندما زار كريستوفر دان الأهرامات كان الغرض الأساسي دراسة الهرم الأكبر، لأن المعلومات والتصاميم والقياسات وأماكن الغرف المتوفرة عنه سهلت عملية البحث فيه. لقد توفرت تلك المعلومات والتصاميم من السابقين عن الهرم الأكبر لأنه أكثر الصروح إثارة للذهن، فهو أضخم الأثار حجما، وقد دأب العلماء منذ عهد الخليفة المأمون مرورا بالفرنسيين والإنجليز والأمريكان والمصريين وجميع المشتغلين بالآثار بجعله اللغز الأول، ظنين أنهم إذا قاموا بحل اللغز الأصعب في بنائه والغرض منه فإن باقي الألغاز مثل النحت المسلات والتماثيل ستكون بالتالي أقل تعقيدا. لكن للأسف فإن معظم الألغاز في الحضارة المصرية القديمة حتى الآن بلا حل، وما يظهر من حلول علماء المصريين ليست إلا افتراضات لم تبنى على أساس قوي ولم تخضع للعلم التجريبي. قام كريستوفر دان بدراسة ممرات وحجرات الهرم على مدار 20 عاما، قام بعمليات الهندسة العكسية ليفهم الهرم الأكبر، وقد توصل في دراسته الطويلة هذه إلى أن الأهرامات لها وظيفتين أساسيتين: أولا توليد الطاقة، واعتبر أن الأهرامات هي محطات عملاقة لتوليد الطاقة، إنها تحول الطاقة الكونية والطاقة الناتجة عن اهتزازات القشرة الأرضية إلى طاقة يمكن للإنسان استخدامها في حياته. والنقطة الثانية هي خلق بيئة صحية على نطاق واسع من محيط الأهرامات ووادي النيل، تجعل البشر في محيطه يتمتعون بالتوازن والانسجام الصحي وتصل إلى إعادة تجديد خلايا الجسم. تفاعلات كيميائية داخل الهرم. بعد ملاحظة وجود أملاح على جدران الغرفة، ونتيجة الأملاح هي ما تكون نتيجة تحلل كيميائي، وبحيث وجدت الأملاح في النصف الأعلى من الغرفة فهي نتيجة غاز ساخن، وفي المعادلات الكيميائية فإن الغاز الذي ينتج تلك الآثار هو غاز الهيدروجين تحديدا. فهناك ممران ضيقان يؤديان إلى حجرة الوسطى، ممر شمالي وممر جنوبي. عندما بدأ كريستوفر دان البحث وجد في الممر الشمالي المؤدي إلى حجرة الوسطى آثار مادة غريبة على جدران الممر، حين قام بتحليلها ظهرت نتيجة الزنك المهدرج، ثم وجد على جدرانها بوضوح أثار أخرى حللها فكانت ملح كلورايد الزنك. افترض كريستوفر دان أن المادة الأخرى القادمة من الممر الجنوبي هي حامض الهيدروجين كلورايد، كان هذا هو بداية الكشف المدعوم بدليل مادي واضح وظاهر على جدران. استخراج الهيدروجين تم بناء على معادلة السابقة، وتم تأكيد هذه النظرية عندما قام المهندس الروبوتكس رودولف جانتين برينك من شركة سيمنز بصناعة روبوت صغير لدخول الفتحات التي مقياسها 20 سنتيمترا طولا وعرضا، فرأوا من خلال الروبوت داخل الممرين أن هناك باب حجري مرتفع عن أرضيته ما يقارب 1 سنتيمتر، حيث يسمح بمرور السوائل من تحته، عليه مقبضين من النحاس ولكنها أقطاب تقوم بعمل كيميائي. في الفتحة الجنوبية تم تآكل النحاس من الأسفل إلى الأعلى نتيجة حامض الهيدروجين كلورايد، أما الفتحة الشمالية ففي القطب النحاسي الأيسر تتغطى بطبقة بلون غامق والأخرى متآكلة بسبب عملية تحليل كيميائي. عندما يوضع قطبين نحاسيين بمادة الزنك فتتشكل طبقة الزنك على أحد القطبين النحاسيين، وهذه هي المادة التي غطت القطب النحاسي الأيسر. لقد كان الهدف من تلك العملية الكيميائية هو الحصول على الهيدروجين. فكر كريستوفر دان، هل كان الهيدروجين هو المنتج النهائي الذي كانوا يرغبون فيه؟ إن كان كذلك فيمكن الحصول عليه بطرق أكثر سهولة. لا ريب أن الهيدروجين ليس وحده هو المطلوب، الأرجح أنهم كانوا يريدون ذرة الهيدروجين وليس الجزء ككل. البهو الكبير. غاز الهيدروجين الخارج من الغرفة الوسطى سيصعد إلى البهو الكبير بهرم خوفو، وهو تحفة هندسية معمارية يبلغ طوله 47 مترا بدرجة انحراف أقل من 1 سنتيمتر، بمعنى أنه مستقيم بدقة عالية يصعب توفيرها دون تقنية بصرية، مما يعني أن دقته هذه كانت لغرض جعله يؤدي مهمته بشكل صحيح بخلاف كونه الممر الذي تسير فيه جنازة الملك إلى مثواه الأخير يشيعها الكهنة بصلواتهم.
علاوة على استقامة البهو الكبير، نرى صفوف الحجارة فوق الحائط اليميني واليساري بالتدريج بحيث تضيق المسافة بينهما في اتجاه السقف. اعتبر علماء الآثار أن ذلك التكوين كان هدفه توزيع ثقل الأحجار فوق الهرم، بينما رأى كريستوفر دان أن لذلك الممر مهمة مختلفة تماما عن ذلك الزعم، حيث أن البهو يقوم بتضخيم الصوت لدرجة أن الموسيقي العالمي بول هورن سجل موسيقى عام 1976 وقد سماها Inside the Great Pyramid. فوضع كريستوفر دان نظرية بأن البهو الأكبر يقوم بعملية الرنين خاصة مع وجود 27 تجويفا فارغا على جانبي البهو، وتلك التجويف كانت تحوي قديما أجهزة للرنين تؤدي إلى مضاعفات الاهتزاز التي تصل إلى غرفة الملك وهي الغرفة العليا. من الدلائل التي ساقها كريستوفر دان على نظرية محطات الطاقة هي الغرفة العليا في الهرم الأكبر نفسه. من النظرة الأولى ستجد شيئا غريبا في الغرفة، اللون. هناك بقع ودرجات مختلفة من الألوان رغم أن الغرفة كلها مبنية من نفس الحجر وهو الجرانيت، إلا أن التباين واضح. هذا اللون الداكن في الجرانيت اتخذه كدليل إضافي وسببه حدوث تفاعلات بسبب الهيدروجين داخل الغرفة. إذا نظرنا أيضا لألواح الجرانيت في سقف الحجرة سنجد بها شروخا واضحة وكسورا تم ترميمها لاحقا. رجح كريستوفر دان أن الشروخ قد حدثت بسبب أحمال زائدة أو تفاعلات زائدة ناتجة عن الرنين، وهي نفس الكسور الموجودة في البهو الكبير. هذه الكسور ليست موجودة فقط في هرم خوفو الأكبر، بل موجودة أيضا بنفس الطريقة في الهرم الأحمر في دهشور. لقد كان هناك بلا شك عملية هندسية منظمة تحدث داخل تلك الأهرامات منذ آلاف السنين. يعتبر علماء المصريين أن هذا الصندوق كان التابوت والمثوى الأخير للملك خوفو. تلاحظ أن الجرانيت محطم من زاويته، فيبدو حدوث ضغط على الأركان بسبب الرنين الحادث داخل الغرفة. لقد كان هناك نوعا من الطاقة الصوتية العالية في الغرفة أدت إلى كسر الجرانيت، ويبدو أن الانكسار قد أتبعه انصهار المادة بسبب الطاقة العالية في الغرفة، كما يتضح في شكل ركن الصندوق والكسر شبه مستدير. الصندوق كان يحتوي على مادة مغناطيسية وهي جزء من توجيه ذرات الهيدروجين إلى أعلى سطح غرفة الملك. أعلى غرفة الملك هناك 5 أحجار جرانيتية ضخمة. اعتبر الأثريون أنها 5 غرف هدفها تخفيف الأحمال فوق غرفة الملك، وهو تفسير غريب لأن الأحجار الخمس لها صفة غريبة وهي أن قاعدة الأحجار ناعمة تماما لكن جوانبها وسقفها غير مستوي، مما أثار تساؤل كريستوفر دان لماذا لم يجعلوها كلها مستوية أو كلها خشنة طالما أنها فقط تستخدم في تخفيف الأحمال. رأى كريستوفر دان أن السبب المنطقي الذي يراه أن تلك الخشونة كانت تستخدم في ضبط النغمة الصوتية، ولكن السؤال المحير من أين يأتوا بالرنين؟ وهنا تأتي براعة الهندسة. زار مهندس الصوت توم دان لمصر عام 1995 لعمل دراسات صوتية في الهرم الأكبر على مدار شهر، فقد وضع العديد من مكبرات الصوت بأماكن مختلفة لقياس الصوت على أمواج صوتية مختلفة في الممرات والغرفة والغرف العلوية، فكان يقوم بإرسال الصوت ويستقبلها ليقوم بالقياسات. وإذ تفاجأ بأن الغرفة العلوية بأرضيتها وجدرانها وأسقفها يقفون وقوفا حر داخل الهرم، أي لم يتصل بالهرم اتصال مباشر. ولكن المفاجأة الكبرى هي أن هذه الغرفة اهتزت بالكامل عندما وصلت الأمواج الصوتية إلى 30 هرتز، أي ما يعرف بعلمنا اليوم هو الرنين الريزونانس. وهناك العديد من الأحداث التي أودت إلى مصائب بسبب الرنين، مثل ما حصل لجسر تاكوما الذي يعد ثالث أكبر جسر في العالم في أمريكا بسبب اندفاع الرياح بشكل موجات منتظمة متطابقة مع الأجسام المبنى عليه، تسببت في انهياره بعد 4 شهور من افتتاحه. ومثال آخر هي عملية كسر الزجاج عن طريق الأمواج الصوتية. والشيء الصادم هو أن عند بناء الغرفة العليا للهرم حيث جعلوها حرة غير مثبتة، وبعد أن تم نحت الأسقف بشكلها الآتي ليتم عملية ضبط الصوت لأجل حصول تردد رنين على موجة صوتية 30 هرتز، فعملية ضبط الصوت ليست بسهلة، فعند إزالة 1 كيلوغرام من هذا اللوح الجرانيت سيحصل فرق في قيمة التردد. ولكن ما يهم في موضوع الهرم هو من أين تأتي هذه الأمواج؟ فكان سؤال كريستوفر دان هو أن للغرفة السفلية علاقة في ذلك، إلى أن أهديت له الإجابة عن هذا السؤال. الغرفة السفلية تقع هذه الغرفة تحت سطح الهضبة متصلة بنفق طوله 100 متر محفور بدقة عالية، وهذه الغرفة تتكون من جدران خشنة وأحجار متعرجة النحت ومن ممر آخر ضيق، ولكن السقف مستوي تماما، فليس من المنطقي أن نقول هذه الغرفة غير مكتملة إذ تم صناعة السقف بهذه الدقة العالية. بعد عرض كريستوفر دان أطروحاته
تعرف مهندس الحفر والهيدروليك جون كادمان على نظرية كريستوفر دان على البحث عن مصدر للأمواج الصوتية، فأتاه بالإجابة الصادمة أيضا بأن الغرفة السفلية وبممراتها هي أشبه بمضخة رام. تعمل هذه المضخة فقط على الجاذبية والضغط، فائدتها هي رفع الماء إلى أعلى ارتفاعا. تعمل بعد اندفاع عال للماء وصمامين وغرفة ضغط. تمر الماء من خلال الصمام الأول بعد أن ضغط المياه يغلق الصمام الثاني، فيدفع المياه إلى الأعلى ويغلق الصمام الأول، ثم تمر المياه من الصمام الثاني حيث يعود ضغط الهواء يمتد، ثم يعيد الكرة مرة أخرى نفسها إلى أن يتم تفريغ كل الماء القادم من الحوض. فقد عمل المهندس جون كادمان مضخة مصغرة مشابهة لها في حديقة منزله حيث صدم بالنتيجة. In Washington, we met with an engineer and researcher named John Cadman. John has created a scale model replica of the subterranean chamber pulse generator under the Great Pyramid of Giza. This is an incredibly important discovery to understand because it can be the first proof of concept regarding ancient technology. This discovery may give us great insight into the ways of the ancient past. What would something like this have been used for? How did and why did they create something like this? I checked it out. I was just looking at the pictures and the drawings, and I came across Edward Kunkel's pictures, and he had said it was used as some sort of pump. And so I reproduced that same model back in June of 1999. Pushed the valve in once and it started running. Immediately what happened, the whole 500-pound block of cement was pulsing. Immediately I knew, oh my God, Chris, you're right. I added a model with a glass top and a glass side. I used little ink jets so I could determine all the fluid dynamics within the room. And I was absolutely shocked to find that it was a vortex in there. It was an extremely complex vortex. It had a heartbeat pulse at the time. Whatever it is, whoever designed this, that's what they wanted. ملخص عن ما سبق، أي أن ذلك النحت المتعرجف كان نحته بهذا الشكل مقصود، والسبب الرئيسي من ذلك هو ارتطام الماء بسطح الغرفة المستوية تماما لكي يصدر تردد أمواج صوتي بقيمة 223 هرتز. ولكن هناك أسئلة من الممكن أن تولد في ذهنك، من أين يأتون بالماء؟ وإلى أي مدى يصل صوت الارتطام؟ للجواب على السؤال الأول، هو من نهر النيل، فلكل هرم في مصر محاط بسور ينقل الماء الذي يرفع من النيل ويملأ الماء ليدخل الهرم بعبور النفق الممتد إلى 100 متر نزولا إلى الغرفة السفلية. أما الإجابة عن السؤال الثاني، أن الصوت محصور داخل الهرم، ولكن ليس الصوت من يصدر الخطر، بل الترددات الناتجة عن الارتطام. فغرض الأحجار المركبة على الأرضية وداخل الهرم وغطاء الهرم هو لكسر الترددات إلى خارج الهرم وحصرها في داخل الهرم فقط، وتسبب الاهتزازات في الغرفة العليا. فالعودة إلى البهو الكبير والغرفة العليا، بعد مضاعفة الترددات من خلال البهو الكبير واستقبال الترددات بشكل أكبر، وبعد عملية الرنين التي تتم من خلال اهتزاز الغرفة، ففي هذه الغرفة ميكانيكية علمية كبيرة، وهي تتألف الغرفة من 1500 طن من الجرانيت، ونسبة الكريستالات الكوارتز فيها تصل إلى 60%، وخاصية الكوارتز هي توليد كهرباء من خلال الضغط عليه. هناك أكراس صغيرة متاحة للجميع وهي البيزو ديسك، كما أنها تولد طاقة كهربائية عند إرسال موجات صوتية تجاهها. ففي الهرم وبكمية هائلة من الكوارتز وطاقة الصوت والاهتزازات الناتجة عن الترددات، ولدت منها شحنات كهربائية عالية جدا. فلماذا بنيت الأهرامات؟ ولماذا هي منتشرة في أماكن مختلفة حول العالم؟ فهي لإنتاج الطاقة الكهربائية لاسلكيا، وكانت المسلات هي المستقبلات للطاقة الكهربائية، غير أن يتم إضاءة المصابيح الكهربائية لاسلكيا. فهذا ليس بغريب، حيث أن نيكولا تسلا فعل نفس الشيء. إن انتشار الأهرامات حول العالم بهندستها نفسها والتقنية المتشابهة هو يدل على أن جميع سكان الأرض كانوا أمة واحدة، ولا يعلو على أي دليل موجود في القرآن. ففي سورة البقرة آية 213 يقول الله سبحانه وتعالى:
كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. برج تسلا وشبكة الطاقة اللاسلكية. في عام 1901 ميلادية استطاع المخترع والمهندس الكهربائي الصربي الأمريكي نيكولا تسلا من إنشاء برج به ناقل لاسلكي أرضي لتبادل الرسائل والفاكس عبر المحيط الأطلنطي إلى إنجلترا وإلى السفن في البحار، معتمدا على نظريته حول استخدام الأرض لتوصيل الإشارات. قد ألقي عليه اسم برج واردين كليف في نيويورك. يحتوي البرج على قاعدة بها ممرات وأنفاق أرضية تصنع اتصالا بين الأرض وبين البرج. ولعلك لاحظت التشابه الغريب بين نظرية تسلا وبين الأهرامات وخطوط الطاقة، إلا أن تسلا قرر فيما بعد أن يطور من البرج ليكون مصدر للطاقة لشبكة من الأبراج المتصلة ببعضها البعض، وذلك ليتم توصيل الطاقة لاسلكيا ويكون متاح للجميع. ثم قابله الممول المالك لشركات الطاقة الكهربائية بالرفض لأغراض تجارية، ومن بعدها تم نسيان البرج بما فيه وإزالة الأجزاء من قبل الحكومة وأصبح في طي النسيان. لقد ذكرت في بداية الحلقة يا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة أن سر الأهرامات هو باب من إحدى الأبواب لكشف حقيقة الحضارات القديمة.